هذيك اللي جايه هكا تتاه. يا ربي شنو هو هالزهر؟ جهاد جهاد الا ما نقصك يا جهاد، وين مازال عندك باش تهرب؟ اجري ولي يشدوها عليا. عزيزه فضيله هاتوا لي سلاحي عياشكم، سكينه بتاع خبز مثلا. تايا انت ما كنت بلدني جماعه نفسك تشكو. شنو هذا مدام كلثوم؟ شنو فما تيا كلثوم؟ شنو فم خالتي قبيله كنت مع الولاد صحاب نورهان اللي مشي معاه في الكار الصباح، تعرفش قالوا لي؟ قالوا لي المخلوقه الواطيه هذيه هي اللي قتلوا من نورهان مستبنيه كما توقعنا بالضبط، هي اللي فتحت الحكايه الكل. طالع منيش غالطين. جيهان ابعدوا عليا. وين عندك تهرب مني؟ ها؟ قولي وين مش تهرب؟ خايفة من راسك تهرب لها؟ ابعدوا عليا يا مهبلة ابعدوا. شو تحب من عند بنتي جيهان؟ شو تحب من عندي؟ قولي شحب من عندي بالضبط. تكلم. خالتك هدتني وحطت لي السكينة على رقبتي. انتو مزوز حطيتوا اليد في اليد وسرقتوا لي حياتي، شنو كنت تحبني نعمل؟ نقعد مكتفة ايديا وساكتة؟ ابعدوا عليا انتو مزوز. اختار طريقة تحبوا بها يا جيهان. شاهدوا واحد راني مش تطلع لك روحك. ابعدوا عليا. اجاوني تنوريك. ما عندك وين باش تمشي يا مدام جيهان؟ يبعد من قدامي. لانا شدها خليهاش تهرب، هي اللي قالت نورهان من السبنية. قدك شو وحدة واطية، كيفاش تعمل حاجة كيف من هكا؟ ايجا ايجا هوني ايجا هون ايجا تنوريك. يلي ما تحشمش يا كلبة. إيش هون يا لفعة؟ والله بنوريك يا لفعة يا رخيصة. تسمع فيا؟ تسمع ولا ايه؟ غزولي هوني غزولي جهان. سيبني والله ما نخلق ننفلك في الجيري بتاع الفيلا على خاطر هذي عويدنا في العائلة. سمعتني؟ طيب باش تمشي وتسحب الشكوى وترجع نورهان. ما كانش والله ما نقتك والله. عسلامة بربي، نحب نقابل مدام كلثوم. باش نعملوا رابور متاع يا اخي مدام كلثوم لاباس، شنو اللي صاير هوني؟ يا اخي فاش قاعدين تعملوا؟